معانا كمان على التليفون اللواء ابراهيم عوض المتحدث باسم محافظه القاهره. سياده اللواء مساء الخير على حضرتك. اهلا، مساء الخير يا فندم وحضرتك والساده المشاهدين. اكيد حضرتك سمعنا من اول المكالمه، واحنا عندنا تساؤل اللي كل الناس تساله بقى حوالي 4 أو 5 أيام بخصوص ازاله مدفن الاديب الكبير طه حسين. هو حضرتك من ضمن كلام الاستاذ حسن قال ان المتحدث الرسمي نفى قبل كده، وانا بالفعل نفيت قبل كده. وبيتم التواصل مع اي صاحب مقبره قبل ما بنعمل الازاله. قبل بقد ايه يا فندم؟ قبل بفتره جامده جدا، وبنساعده كمان في نقل الرفات. يعني مديريه الشؤون الصحيه بتبدا معاه وتساعد في نقل الرفات. فده حضرتك تنفيذ محور وطريق جديد، تنميه حضريه في المنطقه وجوده الحياه. لكن احنا ما قلناش انه هيتزال، يعني الكلمه دي اتحطت بطريق الخطا. لكن ما اخترناش صاحب الشان. الحاجه اللي مش مفهومه يا سياده اللواء، اذا كان ما حولها تم ازالته، ازاي او ايه خطه المحافظه للابقاء على هذا المدفن برغم من انه تنفيذ الطريق لسه المشروع قائم بالتاكيد؟ هو المشروع قائم بالتاكيد، عباره عن محور بطول 7 كيلو هيربط من مناطق شرق القاهره، طريق الدائري الى جنوب القاهره المقطم حتى يوصل بطريق الحضره. مرا بمنطقه اسمها سيدي عبد الله اللي هي منطقه المقابر، وبالفعل أزلنا حوالي 600 مقبرة من خط السير. لكن الأساتذة من الاستشاريين اللي هم مصممين خط السير عارفين إن في مقبرة تخص عميد الأدب العربي، وبالفعل فعلا يعني خط السير هيبعد عنها تماما وهيطور المنطقه اللي حواليها تماما باذن الله ان شاء الله. ده كلام اكيد سياده اللواء، مش كده؟ اكيد يا فندم اكيد. طب ممكن اسال سؤال اخير سياده اللواء؟ اذا كان ده رد محافظه القاهره، هل تم اعلانه على الصفحه الرسميه لمحافظه القاهره؟ هل تم التصريح بده عشان الناس ما تتحولش الى هذا الجدل وهذا السجال حول قيمه زي دي؟ احنا اكدنا ان كل اللي تداول عبر المواقع الاخباريه وصفحات السوشيال ميديا دي كلها اثاره للبلبله، زي ما حضرتك قلتي اللي وصلوا الخيال بتاعهم ان فرنسا عرض نقل الرفات، كل ده عشان يثير البلبله ويعوق التنميه اللي بتتم ويعوق. يعني حضرتك انا اتمنى ان شاء الله عقب لما ننتهي من هذا المحور لطوله 9 متر حضرتك تنزلي معانا بالكاميرا، حاجه يعني بالتأكيد طريق يعني من الطرق الممتازة اللي بيربط مناطق شرق القاهرة بجنوب القاهرة. لا خلاف على أهمية المحاول المرورية، لكن كمان لا خلاف على أهمية سرعة التواصل وسرعة تهدئة الناس خصوصا في الأمور اللي تخص القيم والرموز. سيادتك قلت حاجة مهمة جدا، وفكرة أنه سيتم تطوير المنطقة، إحنا تداركنا فكرة وجود المقبرة وسيتم الاهتمام بها، دي في حد ذاتها أنا بعتبرها تصريحات مهمة جدا من حضرتك. نتمنى أنه ده يبقى الوضع على الأرض، يعني احتراما لهذه القيمة كمان. أنا بشكرك، شكرا جزيلا. طب طبعا طبعا سيتم الحفاظ عليها والارتقاء بالمنطقة المحيطة. بشكرك شكرا بإذن الله بما يتناسب مع قيمتها التاريخية إن شاء الله. طيب سيادة اللواء، سؤال أخير، أنا عارفة إن إحنا يعني أثقلنا عليك. التعديل في هذا المشروع او التعديل اللي بيضمن بقاء هذه المقبره والمنطقه المحيطه بها، تم الاعداد ليه ولا لسه قيد الدراسه؟ لا تم الاعداد ليه، وفعلا هيتم تفادي الموقع تماما في خط السير ان شاء الله بي. بشكرك سياده اللواء ابراهيم عوض متحدث باسم محافظه القاهره. اعتقد انه دي اجابه مريحه لناس كتير. أعترف أنها إجابة متأخرة، أعترف أنه ما كانش ينفع من يوم الثلاث ليوم الجمعة، إحنا لسه مش عارفين المعلومة دي ولم تؤكد ولم تعلن بشكل قاطع. لكن ينقصنا بقى أننا نشوف أنه أي مكان، عارفين المبادرة العظيمة اللي عملتها وزارة الثقافة بتاعة عاشة هنا، التابلو الجميل الشيك البسيط اللي لا يكلف الدولة أي حاجة لكنه مبادرة محترمة جدا، لم تروح عمارة قديمة من معمارات الزمالك ولا مصر الجديدة، الأماكن اللي عاش فيها الرموز المصرية وبتقرأ كده على الباب عاش هنا فلان الفلاني، بتحس بحالة كده من الاحترام، مش قادرة أسميها غير الاحترام. ولما بتشوف بلد بتحترم ماضيها
تعرف انها قادره على احترام حاضرها واحترام مواطنيها، ودي حاجه مطلوبه جدا جدا، واننا نحترم هذه الرموز عشان ندي رساله لاولادنا انه احنا بنحترم من احترم هذا الوطن ومن قدم له حاجه عظيمه وحقيقيه. واذا اتكلمنا عن طه حسين الوقت ما يبقاش كفايه. فالحقيقه دي حاجه بجد تحترم. انا من رايي ان احنا اتاخرنا في اننا نعرف التفصيله دي، لكن على الاقل عرفنا، يبقى انه هذه الاماكن تعامل معامله افضل شويه، انه التطوير اللي بيتكلم عليه سياده اللواء يبقى حاصل في كل الاماكن اللي تخص رموز مصريه. احنا عادتنا كده، احنا بنحترم اللي فارقوا الحياه جدا ونحب نقدرهم ونوقرهم، والامر ده عندنا نابع كده يمكن نقول ارث قديم وكمان وازع ديني اصيل في المصريين.